السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أنا مع عائشة فيصل من بعض الثواني لحد أن يلتحق بنا زملائكم. هل الصوت واضح؟ ممتاز جدا، ممتاز جدا. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا أشرف المرسلين. إن شاء الله سوف نكون مع بعض اليوم في هذا اللقاء الحي الثاني بمقرر نظم المعلومات الإدارية. كنا تحدثنا الأسبوع الماضي، قدمنا يعني أهم العناصر التي والمحاور التي سوف نتحدث عنها خلال هذا الفصل، ثم طريقة العمل، وأيضا تحدثنا عن بداية الفصل الأول واللقاء الحي الأول، وقدمنا خاصة أبعاد نظم المعلومات، وقلنا أنه يتطلب استخدام نظم المعلومات بفعالية الفهم الكامل لأبعاده الثلاث، وهو البعد المنظمي، البعد الإداري، والبعد التكنولوجي، وكنا قدمنا هذه الثلاثة أبعاد. الحين سوف نتحدث عن النظام. نعرف أنه المقرر المصطلح كامل هو نظم المعلومات الإدارية. إذا هناك ثلاث كلمات هامة: الإدارة، وكنا تحدثنا عن الإدارة وما زلنا نتحدث عن الإدارة، ثم هناك كلمة النظام والمعلومات. سنبدأ بالنظام وتقديم النظام ومكونات النظام. ما معنى النظام؟ إذا النظام هو مجموعة، وانتبهوا جيدا هنا، إذا النظام هو مجموعة من العناصر أو الأجزاء المترابطة التي تعمل بتنسيق تام وتفاعل، تحكمها علاقات وآلية عمل معينة في نطاق محدد، وذلك لتحقيق غايات مشتركة وهدف عام. هذا معنى النظام. يعني لو نعطي مثال بسيط جدا لكي نفهم ما معنى النظام. لو أخذنا مثلا، أعطيكم مثال سهل جدا، جسم الإنسان. جسم الإنسان يعتبر أيضا نظام، فهو متكون من مجموعة من العناصر أو الأجزاء، كبد، رئة، قلب، إلى آخره إلى آخره، وهي مترابطة، وأيضا تعمل جميع هذه العناصر أو الأجزاء تعمل بتنسيق تام وتفاعل، وتحكمها علاقات وآليات عمل معينة. بطبيعة الحال هناك علاقات بين جميع هذه العناصر، ولكن أيضا هناك آليات عمل معينة تشتغل عليها، مثلا علاقة القلب بالرئة، كيف يمكن أن يعني دوران الدم إلى آخره، في نطاق محدد، النطاق الذي حددناه وهو جسم الإنسان، والهدف بطبيعة الحال وتحقيق غاية مشتركة وهدف عام. الهدف العام بطبيعة الحال بالنسبة للإنسان هو الحياة، صح ولا لا؟ يمكن أن نأخذ مثال ثاني، مثلا يعني يمكن أن نأخذ مثل جهاز الكمبيوتر، أيضا يمكن اعتباره نظام، صح ولا لا؟ صح ولا لا يا شباب؟ جهاز الكمبيوتر أيضا يمكن اعتباره نظام، هل هذا صحيح؟ معي؟ اوكي، يعني اذا فهو متكون من مجموعه عناصر واجزاء مترابطه، وتعمل بتنسيق تام وتفاعل، تحكم علاقات واليه عمل معينه في نطاق محدد لتحقيق غايات مشتركه وهدف عام. نفس الشيء لو اخذنا المنظمه ككل، وهي ايضا يمكن اعتبارها نظام الى اخره. لو كان الحين، لو كان هذا النظام نظاما مفتوحا، ما معنى النظام المفتوح؟ ما معنى النظام مفتوح؟ ما معنى النظام المفتوح؟ النظام المفتوح هو النظام الذي يؤثر ويتأثر ببيئته الخارجية. ممتاز يا منى. يؤثر ويتأثر ببيئته الخارجية. ممتاز يا منى. إذا عن طريق ماذا؟ عن طريق مدخلات. إذا هناك مدخلات، هذه المدخلات سوف تعالج لكي نتعرف بطبيعة الحال على مخرجات. أيضا هناك تغذية راجعة اللي بنسميها الفيدباك، وكل هذه مدخلات، معالجة، يعني مخرجات، فيدباك إلى آخره، يعني نلاحظ أن هناك ديناميكية في النظام. هناك ديناميكية في النظام، يعني هذه العملية تسمى ديناميكية النظام. واضحة الفكرة يا شباب؟ واضح؟
يمكن ايضا ان نعطي يعني بصيغه يعني شباب صوت واضح؟ اوكي. اذا قلنا انه اذا من خلال التعريف الذي قدمناه للنظام يمكن القول انه يجب ان يكون هذا التعريف مشتمل على ثلاث عوامل هامه. ما هي؟ اولا انه يتكون من مجموعه من العناصر او الاجزاء. ثانيا أن يكون بين هذه الأجزاء أو العناصر علاقات متبادلة أو متداخلة بينها أو مرتبطة ببعضها البعض. وثالثا أن جميع هذه العناصر والأجزاء تعمل معا في سبيل تحقيق هدف معين أو مشترك مبتدئ به. بطبيعة الحال في المجال الإداري لازم ناخذ بعين الاعتبار أن جميع الأنظمة هي أنظمة مفتوحة. في مجال إدارة الأعمال جميع الأنظمة هي أنظمة مفتوحة. ما معنى أنظمة مفتوحة؟ أي أنها يعني تؤثر وتتأثر ببيئتها الخارجية عن طريق وجود مدخلات سوف تعالج هذه المدخلات لكي نتحصل على مخرجات مع تغذية رابعة إلى آخره. إذن هناك ديناميكية في هذا النظام. ممتاز يا دمياط. إذن نلاحظ ملاحظة هامة جدا. إذا انتبهوا جيدا. إذا النظام قلنا أنه يتكون من عدة أجزاء أو عناصر، ويمكن اعتبار كل جزء أو عنصر. كيف يمكن أن نعتبره نظام فرعي؟ يعني في الأخير مثلا لو أخذنا جامعة الإمام، ما هي الأرض، ما هي العناصر أو الأجزاء المكونة لها؟ هذا سؤال. جامعة الإمام مثلا يعتبر نظام وهو نظام مفتوح، صح أم لا؟ صحيح ام لا؟ ممتاز. هل الصوت واضح يا شباب؟ ممتاز. الكليات، الادارات، اساتذه وطلاب جامعه الامام، ممتاز. اذا والبيئه الخارجيه لجامعه الامام يمكن يكون سوق العمل، وزاره التعليم، الجامعات الاخرى، فهمت ام لا؟ اذا لو اخذنا مثلا كليه الاقتصاد والعلوم الاداريه هي تعتبر الحين جزء او عنصر أو نظاماً فرعياً داخل نظام كلي وهو جامعة الإمام، واضح أم لا؟ إذن فالنظام الواحد يضم بداخله عدة أنظمة متداخلة، صحيح أم لا؟ فالنظام الواحد يضم بداخله عدة أنظمة متداخلة. هذه النقطة الأولى، التوضيح الأول. التوضيح الثاني الهام، وهو هام جداً هذا التوضيح، أن جميع الأجزاء والعناصر والأنظمة الفرعية هي مرتبطة بعضها ببعض طبقا لنظام اقتصاد محدد. وهذا الارتباط هو الذي يعطي صفة التكامل والتماسك بالنسبة للنظام. إذا هنا نفترض، انتبهوا جيدا، هام جدا هنا، إذا حدث خلل في نظام الاتصال ماذا يحدث في النظام؟ اي خلل يمكن ان يحدث في نظام الاتصال او في العنصر من عناصر هذه الاجزاء، ماذا يحدث لهذا النظام؟ ممكن يختفي، ممكن يتلاشى، او لن يحقق ان اردنا اهدافه المرسومه، ويصل لحد انه يتلاشى. مثلا لو اخذنا مثلا شخص عنده يعني جهاز كمبيوتر، هذا جهاز الكمبيوتر في عطب في الشاشة أو في المعرض أو في أي شيء، يمكن هنا بطبيعة الحال أن يؤثر على عمل جهاز الكمبيوتر، صح ولا لا؟ إذا حدث أي خلل في نظام الاتصال
تبدد عقد النظام ويمكن لم يحقق اهدافه وايضا قد لا يتلاشى. هنا مثلا ويندوز 95 اليوم لا نجده يعني لا نستعمله. لماذا؟ لانه لا يتماشى مع الجميع من البرمجيات الحاليه. اذا فهو نظام انه الاجزاء بتاعه والعناصر وقع فيها بعض الاخلالات او لا تتماشى مع التطورات التي حدثت، فهذا النظام تلاشى. واضح يا شباب؟ هذا التوضيح الثاني هام جدا. التوضيح الثالث من خلال التعريف الذي اعطيناه، وهو انه ان هذا النظام يعمل لتحقيق هدف او مجموعه اهداف محدده، وهي التي تحكم نشاطه وايضا تحدد العلاقات بين اجزائه، وهي السبب اصلا في وجود هذا النظام. يعني بدون اي نظام لا يملك هدف لا يمكن ان يوجد هذا النظام. نظام بدون اهداف لا يمكن ان نسميه نظام. اصلا لا يوجد نظام بدون اهداف. اذا هنا بطبيعه الحال وجب ان تؤدي اهداف الانظمه الفرعيه الى تحقيق هدف او اهداف النظام الرئيسي. واضح الفكره يا شباب؟ ممتاز جدا. إذا حيث فنتحدث عن أحكام تحديد النظام. إذا دائما نرجع من خلال التعريف الذي قدمناه يمكن أن نحدد يعني أحكام تحديد النظام. نحن الحين بالله يا شباب بلاحظ أن العديد منكم يبحث أين وصلنا أين وصلنا. نحن ما زلنا في اللقاء الحي الأول. نحن في اللقاء الحي الثاني لكن المحاضرة المرئية الأولى. ما زلنا نناقش في المحاضرة المرئية الأولى. ونحن وصلنا قدمنا تعريف النظام وفسرنا واعطينا بعض الايضاحات التي يمكن ان تطرح من خلال التعريف الذي قدمناه في النظام. اذا نحن وصلنا الحين لاحكام تحديد النظام، لاحكام تحديد النظام. ليس عندي فكره ما هي الملخصات التي تستعملونها، فقط احيد ان اذكر تذكير انه ليس هناك ملخص معتمد. لا يوجد هناك ملخص معتمد لا بالدكتور ولا بعنادة تعليم عن بعد. كل طالب أو طالبة اعتمدت يعني ملخص في حالها أو لحاله، فوجب عليه مقارنة هذا الملخص مع المحاضرات المرئية واللقاءات الحية. فإن وجد خللا أصلحه أو خطأ أصلحه، وإن وجد نقصا أكمله. واضح أم لا؟ إذا نكمل. ما هي أحكام تحديد النظام؟ أحكام تحديد النظام ستة أحكام. ستة أحكام. ما هي هذه الأحكام؟ يمكن أن نجد ليس بالضرورة أن تكون بالترتيب. كان هناك سؤال هل يجب أن تكون أحكام تحديد النظام بالترتيب؟ ليس بالضرورة أن تكون بالترتيب. لكن أنا عندي منطق معين فأمشي به. أولاً بالنسبة لي واجب أن أحدد من هو النظام الذي سوف نتحدث عنه. يعني هنا وجب أن أحدد الحدود والنطاق. الحدود والنطاق والمقصود به هنا الحدود والنطاق، فهو كل ما هو داخل النظام وما هو خارجه. فالنظام يعمل ضمن حدود مميزه حتى ولو تداخلت مع الانظمه الاخرى. حتى ولو لا، المقصود بالحدود يا بشاير، المقصود بالحدود هي ليميت، خلينا نقول يعني بطبيعه الحال تحدد حدود النظام، ما هو داخل النظام وما هو خارجه، يعني حددنا الحد حق الانظمه، فبطبيعه الحال اي نظام يعمل ضمن حدود مميزه حتى ولو تداخلت مع النظم الاخرى. هذا النقطه الاولى، العنصر الاول. العنصر الثاني الهام، هنا ان عرفنا عن اي نظام سوف نتحدث سوف نقدم ما الغرض او الهدف من وجود هذا النظام. ما الغرض او الهدف من وجود هذا النظام؟ هنا نفس الشيء نتحدث، يعني اي ان نظام يعمل لتحقيق غرض معين وهذا قلناه، وهو السبب في وجوده، يعني هو السبب، الهدف او الغرض هو السبب في وجود هذا النظام، وخاصه يعتبر النقطه المرجعيه لقياس نجاح هذا النظام. يعني النقطه المرجعيه يا بناء لقياس نجاح هذا النظام، هو النقطه المرجعيه لقياس نجاح هذا النظام. من احكام تحديد النظام ثالثا بطبيعه الحال سوف نبحث عن العناصر المكونه له لهذا النظام. ممتاز يا عبد الرحمن، ممتاز جدا.
اذا العناصر هي وجود اكثر من عنصر في النظام، فيمتاز كل عنصر بخطاء ذاتيه تميزه عن الاخر الى حد ما. النقطه الرابعه وهي ما العلاقات التي ممتازه يا بشير، ما العلاقات التي يمكن ان نجدها ما بين هذه الانظمه؟ اذا العلاقات هي وجود علاقات منطقيه، لما نقول علاقات يجب يكون هناك منطق ما بين هذه العلاقات، منطقيه وايضا تكامليه ممتازه يا منى بين عناصر النظام المختلفه. من احكام تحديد النظام رابعا او يعني ان اردنا خامسا اليه العمل. المقصود باليه العمل هنا يعني بطبيعه الحال لازم يكون هناك اليه عمل متناسقه يعمل من خلالها النظام. الهدف هو تاديه الغرض الذي وجد من اجله، فلا بد هنا من وجود اليه تحكم جميع هذه العلاقات. ثم اخيرا سادسا هنا لا ننسى بيئة النظام. ممتاز جدا يا ياسمين، ممتاز جدا يا موغي، يعني يا منى. إذا بيئة النظام، والمقصود بالبيئة النظام هي البيئة الخارجية التي يتعامل معها، وهي أي شيء وثيق صلة بالنظام ويقع خارج حدود هذا النظام. مثل مثلا إن كنا نتحدث عن منظمة بطبيعة الحال سوف نتحدث عن الموردين والعملاء والمستهلكين والستيكهولدرز بصفة عامة، علما بطبيعه الحال ان المدخلات تعبر حدود النظام من البيئه، بينما تذهب المخرجات الى خارج حدود هذا النظام متجهه الى البيئه. لا، الحدود لما نقول الحدود والنطاق قبل كل شيء يا ابراهيم، هي من احكام تحديد النظام. الحدود والنطاق، نعم، هي من احكام تحديد النظام، وكنا بدانا بها اولا يا ابراهيم. نعم، الغرض او الهدف يعتبر النقطه المرجعيه لقياس نجاح النظام. يا سمر، تريد ان تفهم ما معنى هذا او فهمت؟ هي النقطه، يعني ما معنى، يعني لما نعرف عندي نظام معين عنده هدف، انا بعرف هل هذا النظام يعني كان عنده فعال ام لا، يقدر اصل به لنتائج ام لا. كيف اعرف ذلك؟ من خلال الهدف الذي رسمته. ممتاز جدا. إذا هذه بالنسبة لأحكام تحديد النظام. إذا بطبيعة الحال كل فكرة عندها نظرية أتت من خلال نظرية. مثلا لو قلت لكم الجاذبية، من ستتحدث عن من؟ ستتحدث عن نيوتن، صح ولا لا؟ إذا نفس الشيء سنتحدث عن نظرية النظام الحين. إذا ظهرت فكرة النظام، ظهرت فكرة النظام، هام جدا لنا أن انتبهوا، ظهرت فكرة النظام على يد العالم الالماني لودفيغ فون برتالكي، وكان ذلك سنه 1937 ميلادي. بماذا سماه هنا؟ بماذا سماه جدا هنا؟ بماذا سماه؟ ممتاز جدا يا نورا، سماها بالنظريه العامه للنظم. سماها بالنظريه العامه للنظم. ماذا قال لودفيغ فون برتالكي؟ انتبهوا جيدا هنا، انتبهوا جيدا هنا، هام جدا. ماذا قال لودفيغ فون برتالكي؟ قال: لكي نفهم وحدة كلية، لكي نفهم وحدة كلية أو نظام كلي، لا بد أن يفهم المرء، أو لا بد للمرء أن يفهم بدقة أجزاءها المعتمدة على بعضها البعض. يعني واجب مثلا العلماء علشان يفهموا جزء من الإنسان ماذا فعلوا، شرحوه ويعني بطبيعة الحال جزأوه وحاولوا أن يفهموا جميع الأجزاء، العلاقات والآليات العمل، وكل جزء يعتمد على الجزء الثاني، صح ولا لا؟ لكي يفهموا بطبيعة عامة جسم الإنسان. ونفس الشيء بالنسبة لجهاز الكمبيوتر، نفس الشيء بالنسبة للمنظمة إلى آخره. إذا لودفيغ فون برتالكي قال، وهذا جدا، قال: لفهم وحدة كلية لابد للمرء أن يفهم بدقة أجزائها المعتمدة على بعضها البعض. زي اي نظريه تطورت هذه النظريه، نظريه النظم، على يد العالم كينيث بوردين، كان ذلك تقريبا بعد 20 سنه، سنه 1959 ميلادي. على ماذا استند هنا كينيث بوردين؟ استند الى مدى البساطه والتعقيد في عناصر واليات عمل النظام. استند الى مدى البساطه والتعقيد في عناصر واليات عمل النظام. ما معنى البساطه والتعقيد؟ يعني كان البوتيك قال النظام بحد ذاته ككل، لما ننظر لهذا النظام هو سهل.
لكن لو دخلنا للتفاصيل يعني للعناصر والعلاقات وآلية عمل هذه الأنظمة سوف نجد أنه معقد بكثافة كبيرة. إذن يا سارة، استند إلى مدى البساطة والتعقيد في نفس الوقت، يعني بحيث أنه قال أن النظام في حد ذاته هو نظام بسيط، يعني جهاز كمبيوتر ليس بالأمر الصعب يمكن، أو سيارة أو منظمة، لكن أيضا تطرق إلى عملية التعقيد لما دخل للتفاصيل العناصر ومكوناته وآلية العمل، لاحظ أن هذا النظام معقد في حد ذاته. ممكن يا منى سهل الممتنع، ليس القصة ليست بهل هذا النظام من السهل الممتنع أم لا. لا 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 لا، ليس بهذه الصيغة. لا، العلماء والتواريخ يعني فقط تعرفوا أسامي العلماء، يعني ما راح أقول لكم أعطيكم مثلا خيار أقول لك العالم كذا أو العالم كذا أو التاريخ كذا والتاريخ كذا، لكن لازم هناك شوفوا بكل صراحة هناك يعني طول حين لودويغ فون برتلا في سنة 1937، كينيث بوردي سنة 1956، يعني بطبيعة الحال يعني يعني هذوما إن أردتوا يعني بعض الأسامي، لكن لازم نكونوا نعرفوهم، لكن لن أحطهم كخيارات إن أردت، لن أسألهم كخيارات. واضح شباب؟ بالنسبة للشرائع، يا منال أظن طلبت قالت صور الشرائع موجودة في المحاضرات المرئية، موجودة من خلال المحاضرات المرئية يا منال، يا منال موجودة من خلال يعني المحاضرات المرئية، فواجب الرجوع لهذه المحاضرات ويمكن الحصول على جميع هذه الشرائع وكل ما قدم بطبيعة الحال بالنسبة للمقرر. إذا هناك نماذج بطبيعة الحال اعتمدت من قبل المدراء لاتخاذ القرارات أو لمساعدتهم في اتخاذ القرارات، ومن بين هذه النماذج بطبيعة الحال هناك أربع نماذج هذا سوف نقدمها، لكن قبل كل شيء خلينا نعرف ما المقصود بالنماذج. إذا النموذج يعتبر هو وسيلة تمثيل مجردة تعوض عن استخدام الشيء الأصلي، مثل ماذا مثلا؟ يمكن نعطيه مثلا مثل الخريطة التي إن أردنا مثلا أن نبين أو نرسم الجبال والأنهار والبحيرات الموجودة في المملكة يمكن أن نقدمها بشكل خرائط. وقد ساد استخدام النماذج في مجال نظم المعلومات الإدارية خاصة للتسهيل والمساعدة في اتخاذ القرار، فالعديد من المديرين يستخدمون النموذج لكي يمثلوا المشاكل وأسبابها تمهيدا لحلها. إذا النموذج يا سارة يعتبر وسيلة تمثيل مجردة تعوض عن استخدام الشيء الأصلي. واضح ولا يا سارة؟ واضح؟ نعم نعم، يختصر الوقت يختصر الجهد، يعطيك فكرة واضحة عن كل ما يحدث. إذا إن أردنا تسمى أيضا كينونة يا هيثم، يعني يعتبر كينونة. ما معنى كينونة؟ أي شيء يمكن أن يوصف، أي شيء يمكن أن يوصف. واضح ولا؟ إذا ماكليود هنا، ماكليود وهو اسم ثالث إن أردت، قدم أربع نماذج للنظم الشائعة وقسمها إلى أربع أقسام، هذه النماذج هامة جدا لازمكم تعرفوها يا شباب، هذه النماذج هامة جدا. إذا ما هي هذه النماذج؟ أربعة. إذا يسأل عنها، هناك النماذج المادية، هناك أيضا النماذج القصصية، النماذج البيانية، والنماذج الرياضية. النماذج الرياضية، خلينا نبدأ بالنماذج الرياضية. النماذج الرياضية على ماذا تعتمد؟ هام جدا راهو انتبهوا، هام جدا. النماذج الرياضية تعتمد على مبدأ اختصار الحقائق إلى رموز رياضية ووصفها بصيغة رياضية معينة. ما القصد من ذلك؟ متى نستعمل النماذج الرياضية؟ وماذا يوجد داخل النماذج الرياضية إن أردنا؟ النماذج الرياضية نجد متغيرات ووزن كل متغير. لما أقول لك fx يساوي ax زائد by زائد c زائد إلى آخره، الـ x والـ y والـ z تعتبر متغيرات ومجاهيل إن أردت يا لمية.
وكل متغير يمكن نحكي له نحط له وزن معين A او B او C الى اخره. اعطيكم مثال واقعي جدا، واعتماد النماذج الرياضيه تعتمد كثيرا خاصه في مجال البرمجيات. واضح يا شباب؟ ايش دي مكه يا فاطمه؟ واضح يا شباب؟ اذا هذا بالنسبه للنموذج الرياضي، اذا النموذج الرياضي يعتمد على مبدا اختصار الحقائق الى رموز رياضيه ووصفها بصيغه رياضيه معينه، وهي تستعمل هذه النماذج خاصه في البرمجيات او كتابه البرمجيات. مثال ان اردت مثلا، لو اردت ان اخذ مثال ذهابي لمكه، ان اردت مثلا لو كنت اريد ان اذهب مثلا الى مكه او المدينه المنوره الى اخره، لكنني يعني الهدف بطبيعه الحال هو ان يكون هناك عمره ان شاء الله، لكن ايضا لما اكون مثلا في اجازه سوف اخذ زوجتي وابنائي، ويكون هناك ايضا هدف سياحي ازور بعض المدن. اذا هنا عندي العديد من السؤال الذي يمكن ان اساله، ما هو الطريق الذي يمكن ان اسلكه؟ قل يا دكتور سهل جدا تاخذ طريق مكه، نقول لك لكن هل في هذا طريق مكه مباشره؟ ممكن هناك مدن ليست على طريق مكه اريد زيارتها قبل الذهاب الى مكه. فهمتوني ولا؟ اذا هناك العديد من المتغيرات، المتغير الاول يمكن ناخذه انه المدن الجميله اللي على الطريق اللي انا حاخذه للذهاب الى مكه، او سلامة الطريق، أو الاستراحات الموجودة بهذه الطرق، إذا كل هذه متغيرات. ثم حاخذ وزن كل متغير، مثلا أقول إن أردنا يعني أنا باعتباري أن أمن الطريق تعتبر أهم متغير بالنسبة إلي في اختيار الطريق المناسب، ثم المدن الجميلة التي تكون على يعني موجودة في هذا الطريق. ثم مثلا الاستراحات، اذا واحد اعطيها مثلا 10 نقاط، الثاني اعطيها 8 نقاط، الثالث اعطيها وزن 6 نقاط، ثم نبدا البحث. النموذج الرياضي يبدا يعطينا مخرجات او بدائل مخرجات، خلينا نقول بدائل مخرجات. فنفس هذايا يعني نفس النموذج الرياضي يقع استعماله خاصه في مجال البرمجه لكي يعطينا بدائل مخرجات. واضحه الفكره ام لا؟ ممتاز جدا. اذا هذا في مجال النموذج الرياضي. ايضا هناك نماذج اخرى مثل النماذج الماديه، وهي نماذج مصممه من ثلاث ابعاد، مثل يعني خاصه اللي تعطينا نماذج الازياء او السيارات او التصميم الى اخره. ايضا هناك النماذج القصصيه. النماذج القصصيه وهي تنقل الواقع بالطريقه الكتابيه او اللفظيه، وهي خاصه نماذج مستخدمه يوميا في مجال الاداره. ايضا هناك النماذج البيانيه. هذه النماذج وهي اكثر شيوعا في مجال نظم المعلومات الاداريه، فهي تعرض الواقع عن طريق الرسوم او الصور او الخرائط والاشكال. وهنا يمكن ناخذ احسن مثال لذلك او اسهل مثال، ناخذ مثال الجي بي اس. القصصيه يا موضح يا مودي، القصصيه، النماذج القصصيه هي النماذج التي تعطينا التقارير اليوميه ان اردت. تمكننا من التقارير اليومية. هناك برمجيات تعطي تقارير يومية، مثلا على تقارير على المبيعات اليومية أو تقارير على التكلفة المالية. واضح شباب؟ لا ليست ورقية يا موفي، انتبه، نحن نتحدث على نماذج في مجال نظم وتكنولوجيا المعلومات في برمجية الناس. يا موزي انتبهوا، نحن ليس الوورد، لا لا يا هيفا كيف الوورد؟ ليس الوورد، الوورد ما هو الا نظام مكتبي يعتمد لنقل معلومة ما فقط او لاستخدام معلومة، لكن النظام المعلوماتي تطبيقه في بعض الاحيان تعطينا اي بطريقه ننقل بطريقه كتابيه، يعني مكتوب، يعني خلينا نقول تقرير مكتوب في معايير، في يعني تخطيط، في مبيعات فعليه عبر النظام.
لما نقول له كتابية يعني موجودة أرقام، موجودة رسومات، واضح لك ليست رسومات، موجودة أرقام أو موجودة بعض التحاليل عن طريق التقرير. مثلا نعطيك مثال يا مولي، أعطيكم مثال سهل جدا. أنا مندوب مبيعات. لا يا مولي خليك من الإكس. نظام تقارير يعطيك تقارير. لحظة. أنا شوف هو ينقل الواقع، ينقل الواقع بالطريقة الكتابية أو أيضا لفظية، يمكن نظام معلومات ينقل لك جميع المعلومات، يمكن تكون إحصائية، يمكن تكون يعني مكتوبة إلى آخره. أنا مندوب مبيعات. على مدار اليوم قمت بعديد الزيارات وكانت عندي العديد من الطلبيات. في الأخير كل واحدة تدخل أول بأول يدخل في مجال جداول إن أردت. في نهاية اليوم أتحصل على تقرير يومي عن المبيعات بتاعي أو عن اللقاءات التي أدرستها داخل الجداول، الجدول بتاعي، جدول اللقاءات. واضحة الفكرة يا شباب؟ هل واضح؟ لو سمحت. ممتاز ممتاز. إن كان في أي سؤال مرحبا بي. نعم عبارة عن تقارير يا مودي. نعم نعم مثل المحضر إن أردت، لكن ليس بالورقة والقلم. نحن نتحضر على أنظمة معلومات تعتمد على نموذج. هذا النموذج لما يعطينا التقارير يعتبر من النماذج القفصية، فهو يقص علينا واقع يومي. يجب يكون تقرير يومي، يجب يكون تقرير أسبوعي، تقرير شهري، تقرير سنوي. واضح الفكرة؟ يمكن يكون في شكل جداول. نعم لما لا يهيب. نعم واضح يا شباب؟ أؤكد أن اللقاءات الحية راهي موجودة دي الإجابة على أسئلتكم قبل كل شيء، فأنا أرحب بجميع أسئلتكم. الجي بي اس إيش يعني؟ نظام الجي بي اس حق المتابعة، حق الخرائط، شو اسمها الجي بي اس حق شو اسمها الخرائط الإلكترونية، لوكيشن إن أردت، اللي يعطيك اللوكيشن. واضحة؟ ممكن جوجل ماب إن أردت، جوجل ماب أيوة لماذا؟ ممتاز جدا. فهي تعطيك في شكل خرائط إن أردنا يعني صور أو خرائط أو أشكال إلى آخره. صحيح أم لا؟ واضح يا شباب؟ ما شاء الله عليكم، ممتاز جدا. إذا هذا فيما يخص نموذج النظم الفائدة. الحين سوف نحاول أن نقدم تصنيفات النظم. كنا تحدثنا يعني في بداية الحصة عن النظام المفتوح والنظام المغلق، صح ولا لا؟ قلنا أن جميع الأنظمة داخل المنظمة هي أنظمة مفتوحة. إذا لما نريد المفتوح يمكن أن نجد أن هناك نظام مفتوح ونظام مغلق. والنظام المفتوح قلنا هو الذي النظام الذي يتفاعل مع بيئته المحيطة به، فهو يؤثر ويتأثر بها مثل نظم المنظمة المختلفة، فهي تعتبر أنظمة مفتوحة. بينما النظام المغلق، ما هو النظام المغلق؟ هو النظام المفصول عن البيئة المحيطة به. والأنظمة المغلوقة تعتبر قليلة وقليلة وقليلة جدا جدا جدا. أعطيكم مثال أو مثالين. النظام المغلق مثلا نظام الذرة أو التفاعل الكيميائي المعزول، هذه كلها تعتبر أنظمة مغلقة. لماذا مغلقة؟ فإن تفاعلت مع بيئتها الخارجية ماذا سيحدث لها؟ انفجرت وبطبيعة الحال تلاشت. نظام الذرة أو نظام التفاعل الكيميائي المعزول يعتبر بطبيعة الحال أنظمة مغلقة، يعني لا تتأثر ببيئتها الخارجية ولا تتفاعل مع بيئتها الخارجية. الحين بطبيعة الحال هناك تصنيفات أخرى، تصنيفات أخرى. يا إبراهيم نظام الجاذبية هل هو نظام مغلق أم لا؟ هنا لازم نرجع للفيزياء إن أردت ونحاول أن نبحث هذا. على كل حال بالنسبة إلي ممتاز سؤالك يا إبراهيم، لكن والله إذا نرجع لدرس الفيزياء
ونبحث عن نظام الجاذبية والنظام مغلق ولا. لكن بالنسبة إلي في مجال الإدارة أعيد وأقول هي كلها أنظمة مفتوحة. في المجال الإداري هي كلها أنظمة مفتوحة. لا أريد أن أبدي النظام الجاذبية مفتوحة مغلق هو يؤثر ويتأثر نظام الجاذبية الأرض. هناك جذب من عند الأرض صح ولا؟ إذا فهو نظام مفتوح. صحيح أم لا؟ إذا فلو أردنا أن نحلل لو أعطيك العديد من الأمثلة لا يمكن لي أن أعطيك الإجابة. فقط في المجال الإداري هذا مطلوب منه ما فيه ولا شك. جميع الأنظمة هي أنظمة مفتوحة لا يمكن أن تكون أنظمة مغلقة. إذا بالنسبة للتصنيفات الأخرى هناك النظم الطبيعية والنظم الصناعية. ما معنى النظام الطبيعي؟ النظام الطبيعي هو من عند الله صح ولا لا؟ والنظام الذي يأتي من عند الله مثل نظام دوران الأرض، الفصول الأربعة، تعاقب الليل والنهار. إذا كل هذه أنظمة طبيعية. ما معنى طبيعية؟ يعني لم يتدخل فيها الإنسان ولو بأنملة من عند الله. بينما النظام الصناعي هو من ابتكار الإنسان. يعني لو تدخل الإنسان في أي نظام طبيعي ولو بأنملة أصبح نظاما صناعي. وأعطي مثلا أمثلة على ذلك. نظام الحاسوب بطبيعة الحال الإنسان هو الذي يعمله، جميع أنظمة المعلومات الإدارية إلى آخره. التصنيف الثالث الذي يمكن أن نعطيه النظم المحسوسة والنظم المجردة. ما معنى نظام محسوس أو مادي؟ نظام محسوس أو مادي يعني ملموس صح ولا؟ مثلا ناخذ هنا يمكن أن ناخذ بعض الأمثلة هنا مثل مثلا نظام الحاسوب، نظام المباني، نظم الري، هي كلها أنظمة محسوسة. بينما النظام المجرد أو التي لا يمكن لمسها سنجد مثلا نظام العد أو المعادلات الجبرية أو النظرية النسبية إلى آخره. هذه كلها بطبيعة الحال تعتبر أنظمة مجردة. الأمثلة راهو أما يعني علشان نقدر نفهم من خلالها الأنظمة. الحين سوف نتحدث عن النظام الثابت والنظام المتغير. النظام الثابت هو النظام الذي يمكن أن نتنبأ بسلوكه مستقبلا مثل النظام الكوني. يعني هنا يا فاطمة تعاقب الليل والنهار، يعني بعد الليل سيأتي النهار صح ولا؟ إذا فهو نظام ثابت لا ليس متغير. النظام المتغير هو النظام الذي لا يمكن أن نتنبأ بسلوكه. أيضا من الأنظمة الثابتة تعاقب الفصول. بعد الشتاء يأتي الربيع، بعد الربيع يأتي الصيف، بعد الصيف يأتي الخريف، فهي أنظمة ثابتة. بينما الأنظمة المتغيرة هي التي لا يمكن أن نتنبأ بسلوكها مستقبلا مثل النظم الإدارية والمالية والاجتماعية. ممتاز جدا. آخر تصنيف يمكن أن نعطيه هي النظم الفكرية والنظم الاجتماعية. فالنظم الفكرية جميعنا فيها من المفاهيم يمكن أن نأخذ مثال عليها. النظم الفلسفية السائدة مثل ماذا النظم الفلسفية السائدة؟ نقدر ناخذ الأنظمة الشيوعية، الأنظمة الرأسمالية، يمكن يعني العديد من الأنظمة الفلسفية والفكرية. فهي تعتبر بطبيعة الحال نظم فكرية. أو المذاهب الأربعة إن أردت يا هيفا، يعني هي كلها أنظمة فكرية. مذاهب الأربعة المالكي والحنبلي والحنفي والرابع سنهوني الرابع فضل المالكي والحنبلي والحنفي والشافعي جزاك الله خير يا مودي والشافعي. إذا فهي أنظمة أيضا فكرية لكنها كلها تصب في الإنسان كل معترف بها. أيضا هناك النظم الاجتماعية. النظم الاجتماعية وهي النظم التي تربط سلوك الإنسان بالجماعة مثل التجمعات الإنسانية المختلفة. وهنا نتحدث بطبيعة الحال مثلا الدول الخليجية، يعني كان هناك تجمعات وأجهزة الدول الخليجية، دول أوروبية، دول شمال أفريقيا، دول شمال أمريكا إلى آخره إلى آخره، من خلال عاداتهم وتقاليدهم إلى آخره. صحيح يا مولي، من خلال عاداتهم، يعني اجتمعوا بطبيعة الحال من خلال العادات والتقاليد. وبطبيعة الحال يعني إن كان أمكن يعني هنا تكوين أنظمة اجتماعية. واضح يا شباب؟ إذا من خلال كل ما قدمناه
قدمنا النظام، تعريف النظام، مكونات النظام، اعطينا العديد من التوضيحات، اعطينا نظريه النظم، نماذج، تحدثنا عن التصنيفات. اذا في الاخير هل يمكن ان ننظر للمنظمه كنظام؟ هل يمكن ان ننظر للمنظمه كنظام؟ الاجابه نعم، يمكن ان ننظر للمنظمه كنظام، وهي نظام مفتوح، وذلك من خلال بطبيعه الحال المدخلات، الموارد اللي نعرفها، ثم هناك آلية عمل معالجة عنكم لكي نتحصل على مخرجات في شكل أهداف أو مواد نهائية. إذا هنا هام جدا هنا أنه في المنظمة نجد مجموعة من النظم الفرعية. وهي عبارة في النظم الفرعية عن نظم جزئية تمثل مكونات للنظام الأكبر. إذا الفهم الدقيق لأي نظام يتطلب فهم النظام الأكبر الذي يحضره. أعيد، إذا في المنظمة نجد مجموعة من الأنظمة الفرعية، صح ولا؟ ما قلنا النظام هو مجموعة من العناصر أو الأجزاء والأنظمة الفرعية. إذا فالمنظمة نجد مجموعة من النظم الفرعية، هذه النظم الفرعية هي عبارة عن نظم جزئية تمثل مكونات لنظام أكبر. وبطبيعة الحال الفهم الدقيق لأي نظام، لكي نفهم أي نظام، وجب هذا أننا نفهم من خلال يعني فهم النظام الأكبر الذي يخدمه، نفس الشيء قلنا إذن هل يمكن أن ننظر المنظمة كنظام؟ قلنا نعم، وهي نظام مفتوح. السؤال الذي يطرح نفسه الحين، هل يمكن ننظر لنظم معلومات كنظام؟ نعم، نفس الشيء يمودي، وهي نظام مفتوح. لماذا نظام مفتوح؟ لأنه من خلال نظم معلومات سوف تدخل بيانات، إذا هناك مدخلات في شكل بيانات، هذه البيانات سوف تعالج لكي نتحصل على مخرجات في شكل معلومات. والبيانات المدخلات هذه تكون من خلال البيئة الخارجية للنظام، يمكن تكون من خلال العملاء، من خلال المجهزين، المنافسين، الستوكهولدرز، الجهات التشريعية إلى آخره، لكي نعقل في طبيعة الحال أهداف المنظمة بها. إذا قلنا يمكن أن ننظر إلى المنظمة كنظام وهي نظام مفتوح، ويمكن أن ننظر إلى نظم معلومات كنظام وهي أيضا نظام مفتوح. إذا السؤال الذي يطرح نفسه الحين، هل هناك علاقة بين المنظمة ونظم معلومات؟ بطبيعة الحال هناك علاقة بين المنظمة ونظم المعلومات، وهذه العلاقة تعتبر علاقة تبادلية. ممتاز جدا يا نورة، هذه العلاقة هي علاقة تبادلية. ما معنى علاقة تبادلية؟ يعني بطبيعة الحال عندنا المنظمة وعندنا النظام، إذا فالمنظمة تعطي للنظام شيء وتأخذ من عند نظم المعلومات شيء ثاني. ماذا تعطي المنظمة لنظم المعلومات؟ مهم جدا هنا، ماذا تعطي المنظمة لنظم المعلومات؟ تعكيز القواعد. ممتاز ممتاز يا نهى. لا يا فاطمة، ليس الأجهزة نظم المعلومات. المنظمة لا تعطي نظم معلومات الأجهزة، المنظمة تعطي لنظم معلومات القواعد، الاستراتيجيات، القوانين، الإجراءات. بينما نظم المعلومات ماذا يعطي للمنظمة؟ نظم المعلومات يعطي المنظمة الأجهزة، قواعد البيانات، الشبكات، لكن ايضا البرمجيات. اذا كل هذه القواعد والقوانين والاجراءات سوف تكتب في شكل برمجيات، اذا فالعلاقه بين المنظمه ونظم المعلومات هي علاقه تبادليه، هذه العلاقه التبادليه ايضا هي علاقه نمطيه. ما معنى اذا علاقه نمطيه؟ لأنه أي تغير في أي مكون من جهة ما يتطلب تغير في الجهة الأخرى. لذا إذا فإن هذه العلاقة اللي هي علاقة تبادلية تعتبر أيضا علاقة نمطية، ولا بد إذا أن تؤخذ بعين الاعتبار، خاصة عندما يخطط المتخذ القرار أو صاحب المشروع أو المدير لعدة سنوات مستقبلية. إذا إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الحي الثاني.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، ان شاء الله يعني حدثت الفائده، وموعدنا ان شاء الله في اللقاء الحي الثالث الاسبوع المقبل ان شاء الله الاثنين المقبل في نفس التوقيت. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.